صباح الخير لكل يلي عم بيتابعونا اليوم نهار الخميس. حلقة طيبة، حلقة فيها لا أنا بحبه شخصياً. رح نعمل اليوم فيش أند شيبس على الطريقة البريطانية. يعني سبق وحكيت قبل مرة عن الفيش أند شيبس كيف بده ينعمل، فأجيني كتير أسئلة كيف لازم نعمل فيش أند شيبس طيب، كيف يدلو كريسبي، شو العجينة اللي مستعملها، منحط لها بيرة ومنحط لها بيرة. رح نعطي هلأ اثنين أوبسيون. رح نعمل كمان البازيلا المطحونة يلي بتتقدم معها، أكيد رح نحط لها تتبيلة صغيرة مع بصلة بقلبها. رح نعمل تارتار كمان بتاي العقل، التارتار اللي لازم نعملها المزبوطة، يعني رح نحط بقلبها الكورنيشون والكابر مع شوية بصل مع عصرة الحامض مع البقدونس المفروم ناعم، الكومبينيشن طيب. رح نعمل معها التشيبس. تشيبس اليوم على طريقتنا، رح نعمل غاليت يعني البطاطا الفريش بوتيتو، عم نقليها هلا بعطيكم الفكرة تبعها كيف بتنقلها، كيف بيطلع شكلها مثل الغاليت، سوبر كريسبي، مشان هيك بنسميها فيش اند شيبس. هيك بنكون عم نعطي طبق اليوم بريطاني بامتياز، ومن الاكلات الطيبه والسمكات هن اكيد من بحرنا، والبرودوي كلياته سوا عم نستعمله، بنرجع نشدد على طول عم نستعمل البرودوي من لبنان، منه امبورتي، كل شيء فينا نشدد نستعمل هالبرودوي اللبناني، هيك بيكون احسن لنا ولكل هالتجار يلي موجودين بهذا البلد. رح نبلش نحاويكم. هون انا شو عامل؟ حاطط فرم البطاطا تشيبس كثير 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 ناعمين، شعر يعني مثل الاليومات بيسموها اليومات، حاطتهم على نار خفيفه، مغسلهم مرتين بالماء، اوكي، منشفهم مزبوط تنقدر فيني استخرج منهم كميه كبيره من النشا. نرجع من بعد ما ننشفهم بنحطهم على نار خفيفه ينقلوا على الرايق. الحبه تقريبا بدها تاخذ بحدود على 160 درجه، بتاخذ بحدود 6 ل 7 دقائق لتصير تشيبس مزبوطه. ليه؟ لانه عم نقليها على الرايق، عم قد ايه فينا عم نجرب نظهر هالسوائل اللي موجوده منها لتضلها كريسبي، بينما اذا علينا النار عليها وقليناها دغري رح تطلع كريسبي، بس بعد دقيقتين ثلاثه بتشوفوها صارت مي، رجعت تشت لانه ظهروا السوائل اللي بعدها موجوده منها. يعني قد ايه فينا نحن نقليها نتركها تنشف مزبوط، وهيك ما بتعود اصلا فيها نسبه زيت عاليه. بقى رح فرجيكم اياها انا هلا، صرت عامل حبتين، ليكوا هالحبه قد ايه حلوه، غاليت تشيبس طبيعي 100% اكيد، مثل ما حكيت شرحت عن البطاطا كيف لازم تنعمل، غسلوها زومن ونشفوها مزبوط، وقلوها حدود السبع دقائق على 160 درجه، ما تحركوها اتركوها تاخذ الفورم تبع المقليه، بيطلع معكم هالغاليت الحلوه. خلينا نبلش نعمل عجينة البانيه. هلا انا هون رح استعمل بيرة، اذا ما بدكم تستعملوا بيرة فيكم تستبدلوا البيرة بشوي صغيرة من البيكنج باودر، ربع ملعقة او ربع ملعقة من الخميرة، خميرة البيرة فيكم تحطوها بقلبها تخلطوها تريحوها ربع ساعة العجينة قبل ما تستعملوها. هلا شو رح اعمل انا هون؟ حاطط طحين تقريبا بحدود كوب ونص، رح ازيد المي تنعمل الباز بالاول. جربوا قد ايه فيكم هربوا من الخميره، من الملح مع هيك عجين، يعني الملح على طول بيقتل الخميره، ما بيخلي الخميره تشتغل مزبوط. بقى قد ايه فيكم على طول كل شيء بدكم تستعملوا عجين تخلوه يرفخ ظهروا من الملح، ما تحطوا ملح معه او ما تخلوا الملح يكون على دايركت كونتاكت، يعني ما يحتك بالخميره لانه بيقتل الخميره. بعدت بسمع انه ايش اشترينا خميره وما رفخت، هي الباز اصلا بتكون من الملح، الملح يلي بيعملنا المشكله الاكبر. يلا بنضيف البير عليها، اكيد بدنا نتركها ترتاح شوي صغيره، مشان هيك عملتها بالاول، هي على القليل بدها ربع ساعه ريحه لنقدر نتصرف فيها. اذا بدكم حبه الشيبس تطلع السمك يطلع لونه اشقر فيكم تزيدوا صفار بيضة او ملعقه سكر صغيره بقلبها. يلا تمام، صار عندي هلا هالخلطه تقريبا مثل كانه عم نرخ اللبن، يعني بس نحرك اللبن بتلاحظوا اللبن بيكون سميك، بس تحركوه بيصير طري، هيدي هي الطراوية اللي نحن بدنا اياها تنعمل فيه عجينة البانية. رح خليها هلا هون على فردميل، خليها ترتاح تخمر شوي صغيرة، بعد شوي ممكن نضيف لها بعد شوي بيرة لأنه بتعرفوا هلا الطحينة بده يبلش يمتص السوائل اللي حطيناها بقلبها. خليهم حديهم. هلا هون أنا شو عامل؟ بارت تاني، عامل باذنجانة صغيرة جبتها، تبلتها بتوم، ملح، شوية حامض، شوية زيت زيتون، شوية زعتر أو أوريجانو،
تبلت هيك تقريبا بحدود سرق لي شيء نص ساعه تقريبا اول ما وصلت تبلتها، رح فوتها كمان على الفرن تقدمها لانه كمان الباذنجان بيلبق معها. نحن هيدا حطيناه اوبشن 2 يعني ما ضروري تكونوا عم تستعملوها بقلبها، بس انا هيك حبيت استعمل هالباذنجانات لانه كمان هيدا موسمه هلا الباذنجان، الباذنجان الابيض وطعمته كثير طيبه بتلبق للسمك. رح نحطهم هلا بالفرن. خلينا نشوف هون البطاطا، اذا فينا نفوت بالكاميرا على حبه البطاطا يلي عاملينها هون الجالات، بس تلاحظوا انه ما بقى عم بتطلع شيء اسمه صوت او تفرقع، معناتها الجالات خلصت، صار فينا نشيلها، يعني صار فينا نظهرها من الزيت منشان ما تحترق معنا. بتطلع فرد شقفه كلياتها سوا، وبتعرفوا البطاطا كلها نشا مشان هيك بتلزق، اجبرت تلزق على بعضها. بنحطها هون، يلا بنخفف شوي النار على الزيت لنرجع نفوت هلا نعمل الفيش اند شيبس. مجرد ما شلناها دغري رشت ملح عليها تا الملح يمتص الزيوت وتنشف مزبوط 100%، واكيد تنعطيها السفر. حط بعضهم، ننتقل نعمل البازيلا. رح نطحن البازيلا مع عصرة حامض، بنشيلها بنحط لها شويه ملح بهار ابيض، بنحط لها البصل الهندي، خلينا نحط لها الحامض اكيد شوي صغير من الحامض. طحنا مزبوط، خلينا نشيل السمك، نبلش نحضر السمك. صينية مثل ما حكيت على طول، ننتبه على البازيلا انه كل شيء عم نطحنه يضل له شقف بعد طحنه صغيره. يلا هيك على القليله بنعرف انه هيدا الايتم هو مثلا عم نستعمل بازيلا ليه، لانه بعدها مبين الحبه، بينما اذا طحنيها على الاخر ما راح ينعرف شو هن. بتعرفوا بصير يقول لا افوكا او شيء ثاني، لا خلينا نتاكد هيك نعرف انه خلص، مجرد ما نشوفها نعرف انه هي بازيلا مطحونه بعد فيها شقف. هلا بنزيد عليها ملح وبهار، عصرة حامض صغيرة إناف ما بدنا أكثر، ملح، بهار أبيض، بدي زيد عليها كمان هلا البصل الهندي المفروم، أنا فارمه جدا ناعم منشان ما تطلع القرشة حادة، لأنه بتعرفوا كمان البازيلا خفيفة، ما بدنا طعمة البصل تكون أقوى من البازيلا. بصل هندي بقلبها، نخلطها كلياتها سوا هيك مع بعضها. صار عندي هالجرين بيز او البازيلا ريدي وجاهزين تنسكبهم نقدمهم مع الفيش اند شيبس. وعلى طول بكافه الاماكن ببريطانيا يلي بيقدموا هالاكل الشهيره اكيد بيقدموا معها هالبازيلا المطحونه. قوي شوي زيت تنبلش نحضر نعمل السمك، ولو كان لازم ننطر بعد شوي صغيره على العجينه، بس بتعرفوا للوقت خلينا نجرب نبلش نجهز حالنا تنبلش نقلي، لانه تقريبا عندي بحدود الثلاث سمكات يعني ست فيليات بدهم ينقلوا بالزيت. زيت هون كمان نتاكد انه حرارته بحدود 160 درجة، ما نعلي له الحرارة كثير مشان ما تغري دغري تلدع معنا. هون شدت شوي صغيرة، حط لها بعد نكزة كبيرة بس، لأنه مثل ما حكيت الطحين بيمتص السوائل يلي موجودة بقلبها. طب سمك أكيد سمك طازة على طول، عندنا شو ما في سمك بلبنان، اطلبوا فوتوا على المسمكة
تطلبوا من الشخص اللي موجود جوا يسحب لكم اياه هون، شيلوا الفيليات قد ايه بتكون السمكه طازه قد ايه اطيب. عندنا شو ما في اصناف سمك بتطير العقل، فيكم تستعملوا حيالله وايت فيش طيبه فريش، اهم شيء تكون طازه وتقدموها بيكون احسن واحسن. يلا رح نبلش نقلي هلا السمك. شو بدنا نعمل بالاول؟ بدنا نلتة بطحين على طول مثل ما حكيت، لتوا السمكة بالطحين، ما تخلوا الدنب ينلت فيها، تركوا الدنب دنب كمان هو علامة الجودة. نرجع منغطسها كلياتها سوا بعجينة البيرة، منشيلها مننزلها بالنار. يلا نعمل الثانية والثالثة. ملاحظين سمكة في إلها دنب، سمكة ما في إلها دنب. ليه؟ لأنه الفيليه أكيدة بس نقسمها اثنين، في وحدة منهم أكيد ما رح يكون في إلها هالدنب. بنترك الثانية هيك على طول بس نقدم هالطبق. مجرد ما هالأشخاص عم بيشوفوا إنه الدنب موجود معناتها بيعرفوا إنه لا، عم نستعمل سمكة طازة، ما عم نستعمل سمكة مجلدة. أكيد مش غلط نستعمل سمكة مجلدة، ما في مشكلة، بس على طول سبحان الله بالسمك قد ايه فيها تكون السمكة توب جديدة طازة، يعني طالعة من المي، هيك بيكون أطيب. يلا عملنا أول ثلاث حبات، بدنا ننتبه عليهم، المقلية شوي صغيرة ما بدنا إياهم يلزقوا ببعضهم، إذا فينا نجرب نبعدهم عن بعض. هودي هون لزقوا، بدنا ننتبه على هذه الشغلة على طول، إذا فيها تكون حبة بعيدة عن الثانية بيكون أحسن. يلا لحقني هون على القد. أكيد ما تنسوا أنا كمان ملحهم ومبهرهم، أهم شيء بدنا ننتبه على هذه الشغلة على طول، ملحوا وملحون وبهرون للسمكات قبل ما تستعملون، لأنه طبيعي بيطلعوا تيستلس. أنا حطيت لهم شوية ملح شوية بهار أبيض، حطيتهم بالبراد بس شلناهم دغري استعملناهم. رح ننتقل نعمل الترتر. يلا آخر شيء الترتر بنكون عم نجهزها هلا لنرجع نفوت على البرزنتيشن. أنا هون عندي جايب لايت مايو، على طول بستعمل لايت مايو لأنه بدي الطعمة الحادة تكون قوية. عندي هون بصل أخضر أو بصل عادي بدنا نحطه معه مفروم كثير ناعم. عندي الكورنيشو، حتى الكورنيشون بلدي، يعني هذا الحلو انه الكورنيشون والكابر في موجودين منهم كثير بلبنان صار، والكابر اصلا متواجد بكثره، يعني فيكم تلاقوا كابر على الساحل وفيكم تلاقوا كابر بالجبل، منتوج الكابر موجود عندنا بلبنان وكثير طيب. حط كل الاغراض نجمعهم مع بعضهم. مثل ما ملاحظين السمكات تركهم على الرايق عم ينقلوا حامض. شوية ملح، بدي فرمة بقدونس صغيرة، خلينا نحط الكابر حد بعضهم. أكيد البقدونس غسلوه نشفوه مزبوط بعدين فرموه مشان ما يسود معنا، بتعرفوا نسبة الكلوروفيل كتير عالية بقلبه، نتأكد على طول إنه نشف قبل ما نفرمه لأنه دغري يسود. حتى السكين كتير مهمة، ما لازم تعصر البقدونس، هالبقدونس ده لونه أخضر. يلا جريت، صار عندي الخلطة كلها جاهزة، حط شوية بقدونس بقلبها هون. بخلي البقية حد تزين فيهم. بننتقل للسكب، اهم شيء هون السمكات رائعين، شوفوا العجينه قد ايه رفخت عليهم، يعني تخيلوا لو تركناها بعد شوي اكثر قد ايه كانت هالعجينه بعد بتصير اكثر تشيبس. ليكوا قد ايه رفخت نتيجه تفاعل البيره اكيد بقلب مع الطحين. ننتقل للسكب. يلا
اكيد الباذنجانات بالفرن ما تعطوا لهمهم بعد البريك، بدهم تقريبا حدود 8 دقائق بيكونوا صاروا شبه مستويين. حبتهم صغار، منا الحبة صغيرة دغري بتستوي معنا، مع انه الحبة الصغيرة بتبقى اقسى من الكبيرة. تارتار ردي. انا هون جايب طبق هيك من حديد، حاطط فيه حجر بحر، حجر بحري، بتعرفوا عم نستعمل سمك فينا نستعمل هيدا الحجر من بعد، اكيد ما تجيبوا الحجر اللي لازم يتغسل يتعقم مزبوط يتنظف مزبوط يتنشف مزبوط ونرجع نستعمله، ومن بعد الاستعمال كمان نرجع نعمل هالبروسيجر ومندبه. رح نحط هلا بازيلا بالنص، حمودة الحمودة اللي موجودة مع الحلة تبع البازيلا تعطي طعمة طيبة. ترتر مثل ما بحكي على طول، خلقوا انتو البريزنتاسيون تبعكم، اعملوا شيء يلبق للطبق يلي عم تقدموه. مثل ما شفتوا هلا عم نستعمل سمك، استعملوا الحجر البحر، الشبك مثل الشبك، يعني جبت انا هالسله يلي هي شكلها مثل الشبك مثل النت يلي بيستعملوها على طول هيك، بتساعدوا اكثر بتلبيق الطاوله بالتام يلي انتم عم تعملوه. هون السمكات رائعين بلشوا يشقروا، انا رح احط وثقه ثانيه من السمك، رح فوت على البريك وبنرجع من بعدها برزنتيشن وتيستينج مع الي، اكيد بده يدوق اكل كثير طيب اليوم. كثير طيبين بطاطس، كثير طيبين بطاطس هوم ميد، ايه حلوين، جالات بنسميهم. فينا نحطهم فوق بعضهم. هل كيف بنعملهم؟ ايه ماشي، بس عليك انك يعني بيجوا خالصين هيك؟ لا لا لا، نحن بنقصهم هيك بطريقه عندنا مكنه الموندولين، يعني بنقصهم عليهم بيطلعوا بينزلوا شعر، بنسميهم البوم اليومات، نقليهم مزبوط على، بنغسلهم زومان، نرجع نشيلهم بننشفهم نقليهم على الرايه. هيني خبريتهم يعني؟ ايه مثل ما شفت انا حطيتهم بالمقليه بياخذوا فورم المقليه، هيدا الحلو. اوكي سو هيدي الشغله المهضومه فيها هالجالات، فيك تعملها ثلاثة، فيك تعملها حشوة من قلبها، فيك تعمل سالمون مع ساور كريم بقلبها مع روكا، بتحطها كمان بتعملها فورم كيك كمان طيب كتير، وخاصة إذا طازة. يلا البرزنتاسيون بتاخد العقل إجباري، البرزنتاسيون أهم شيء، الباذنجانات منشيلهم منحطهم كيف ما كان ينحطوا احسن. بدي اقول انه نهار الاحد عاملين حلقه سبيسيال بنكهه طليانيه مزبوط بمسيو جورمي ومع شاربل بواتس كوكينج، وكمان بميوزيكال مع غسان يمين، ورح بيكون في عنا ضيفه كثير كثير سبيسيال لنهار الاحد، انا بحبها كثير، رح تكون كمان معنا بواتس كوكينج اكسبشنال مو فاينلي. قلنا مأجلينا مدري قد ايه. شاربل لكان هيدي خلصت الاكله. رنا بتضل مستعجله. بدنا ندوق يا رنا. انا زعبرت اكيد شفتوني عم باكل بطاطا، بس كمان زعبرت اكلت تارتار. بتاخذ العقل غير كل التارتار اللي ضايقهم. تارتار مزبوطة، ليه طيبة؟ لأنه تارتار عملناها تارتار على الأصول، ما منا فيها تويست، طيب العقل طعمتها كثير طيبة. هذا البلاتو ريدي، بحري 100%، فريش طيب، كريسبي كثير، سوسات طير عقل، الكومبينيشن. شاربل ما ناوي تدوقنا، بعد في 30 ثانية. بعد في 30 ثانية.
ما ليه يلا. ما سمعتك عم تقول لنا دقيقة بشوي. أنا أقول شو بو بعده عم يشرح ويشرح ويشرح. حنذوقك يلا. وبترك الصورة لإلك على طول. إيه يلا. شيء خارج الصورة. لا الحجرات أتقل من الـ من الـ من الجهد. يلا. رهنا عم تعمل ضغط نفسي علينا. مش معقول هيك. عمل. يار. جارتي رؤية. مش هيك بيتصرفوا. يلا. مش هيك بيتصرفوا الجيران. يلا. حتى نصب. الشوكة والسكين اللي جبت لك اياه هون مع يلا ترتار البينز هون وهيدي البازيلا هيدي القرشة يعني دغري بتعرف علامة الجودة تبع الفيش اند شيبس من ورا بس حطيتها بالصحن وقرشت هون بتعرف انه جودتها ما عندنا شك شارلوت ما عندنا شك تاخذ العقل شارب اللي يعطيك العافيه ما رح اخر عليكم اكثر رح نروح بريك وانا كفي دواء